يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مما بينه الله سبحانه وتعالى في عباده أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، أنه المتفضل على العباد بأنواع النعم، وذلك أولا على سبيل الإجمال، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فما دام أنه جل وعلا هو المنعم على العباد بكل النعم، ما من نعمة على العباد إلا منه جل وعلا وحده لا شريك له. لذلك لماذا تعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا المعنى أيضا على سبيل الإجمال، مذكرا إياهم بنعمه جل وعلا، قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله ذكر لك أنه سخر لك السماوات والأرض، وسخر لك من أنواع النعم، جعل لك الفلك تأتي بما ينفع الناس، وسخر لك الليل والنهار، كل هذه النعم، وأنزل لك من السماء ماء، نعم للعباد تخرج بها أرزاقهم. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذه النعم لكي يعبد الله جل وعلا وحده. لكن بعد الله قال: الناس ما شكروا الله على هذه النعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يصرفون لهم أنواع العبادات مع الله سبحانه وتعالى، يدعونهم كما يدعى الله، والله جل وعلا يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فسمى الله سبحانه وتعالى الذين يكرهون أن يدعى الله وحده كفارا، فمن دعا غير الله فهو كافر بالله. وكما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله سماه كافر. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سماهم كفار. الجماعة الليلة محمد المنتصر والصوفية الضلال المجرمين يقول لك: لا لا ما فيها حاجة، وده شرك بوديك جهنم، لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ومن اتخاذ الند لله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. مت وانت بتنادي البرعي ولا مكاشف ولا صايم ديمة ولا أحمد التجاني ولا غيرهم، لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملك وأنت من أهل النار. لذلك يحذر المسلم من هذا الأمر ومن هذا الخطر العظيم، ويوحد الله لأنه المستحق للعبادة لما له من صفات الكمال، ولأنه الرازق جل وعلا وحده. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. أفتح الفرصة للشيخ مزمل.